يا ويلي يا القهر يا ويلي. خير خير يا مرة؟ وش فيه؟ أنا ترى أنا ماني بناقص. سامي مرت أخوك شاريت سيارة جديدة وتمشى في الرياض وتصور سنابات. وخير يا طير يعني؟ وخير يا طير يعني سامية شارية سيارة جديدة؟ أنت دافعة شيء من حلال أبوس؟ أولاً لا تجيب طاري أبوي الرجل العصامي على لسانك إذا جينا نتكلم عن مرت أخوك الشينة ذي. طيب هذا أولاً. ثانياً سامية ما شرت سيارة إلا علشان تقهرني. الحين أنت قبل كل هذا أنت تعرفين تسوقين؟ أتعلم واللي ساقه مو بأحسن مني، وأنت لازم تجيب لي سيارة أحسن سيارتها. أقول عاد انضبطي واركدي. لا تشوفين شيء والله العظيم تشوفين شيء عمرك ما شفتيه. أنا ماني مناقصك، أنا من جد المديرة وأنا كاره الوظيفة وكاره نفسي. انضبطي وماني بناقصك. طيب حبيبي دوخي حبيبي، علشان ما تكره نفسك ونطلع من ضغوطات الحياة ورا ما ننحاش أنا وياك للبر، منها نغير جو ونتعلم السواقة. أقول رجلك ذا ما عنده سالفة، المرة لازم تتعلم السواقة. يا يبا ما هو براضي يعلمني سواقة ولا هو براضي يعلمني شو طلع الرخصة. ما عليك من، أنا بعلمك سواقة وبطلع لك رخصة بعد. يلوموني فيك يا يبا يلوموني، أنا قايلتن ما للصعايب إلا جبر أبوي. تسلمين أبوي تسلمين، بس عاد الحقيقة الموضوع هذا يبي له مصاريف شوي، يعني أوراق رسوم ودورة على الخفيف ضروري يا يبا. كم يبي له؟ طفسة يعني 5-6 آلاف. يا ويلي 5-6 آلاف تقل واجد يبا واجد. واللي يسويه فيك سامي ذا ما هو بواجد، طالعة نازلة رايحة جاية بسيارتها تسوقها أمها معها ورجلها الرخمة هذا. أنا انقهرت ومالي شغل. تقولين واجد؟ أنا مش مستفيد الحين بالله، أنا أعلمك السواقة وأطلع لك رخصة، وش مستفيد؟ أروح أبرك لي بس عندي عشاء عمل مع الشباب. لا تكفى يبا، لا يا تكفى يبا، خالد أمزح معك عاد، خلاص ما يمزح معك. تبي تتخلى عني؟ تتخلى عن مريم يا يبا، ما يكفي الحين دوخي تخلى عني في هالظروف الصعبة ذي. أنت ما تدري وش يصير فيني، وش يصير فيني لا شفتها نازلت من السيارة، قسم بالله إني أموت من القهر، ويطالعني كذا بنص عين.